المقاتل فينا والله اي حد قايس مؤسسه فرض عليه يعود يتبتب، فرض عليه يدخل تبتيبات، فرض عليه لانه فرض عليه لانه اصلا لك اليقبض ما هو كافيه. اذا هون يعود يلود الشان مصدر رزقه وكذا. اذا هون لا يكذب عليكم حد، الرجاله اليوم خارقه، رجاله اليوم وراهي تبكي بها ما هي مروحه على شلالها، وراكم انتم عارفين حياه المخيم عاد شنبت اللي عاطيه مولانا ولو والله اخوه قال اسبانيا يرسل له ذيك 500 يورو 1000 يورو يرشوا بعد، غير خالق العائلات الياسرة اللي والله ما عنده حد في اسبانيا ولا عنده حد في فرنسا ولا عنده حد شيء، وهي ام اللي ما تلا عندها من شيء، هي واحدة في ذا المشروع واحدة في ذا، ما تلا تقدر تعمل هك ولا تلا تجي هك. حتى المغرب 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 راكم شفتوا قاعد كوني سكن قاعد ساكنه فم، طلع واحد هون يامس يشكي عاد من 72 ما اعطاوه دار ما اعطاوهاش، وخالقه ياس مشاكل الصحراويين اللي مشاكل كارطيات ومشاكل كذا، وبالتالي وحتى هم اللي هون ما 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 وفرت له الدوله باش يغني هو نفسه والله تزيد الراتب. ونحن رانا نقولوا تزيد الراتب، هي هذه هاي الرواتب اللي تنعطى، هي ما هي رواتب، هي لا منحه، الا كي منحه الجامعي هذا اللي يعطوه 80000 من كل ثريه، لا منحه مال ما هو خلاص، مليونين والله مليونين لاربع اشهر، لا ما هو خلاص يا ابو، لا يمشي لا تشري زقيبه من اللحوم زقيبه من السكر بطاقه من البارد خلاص وفات. معنى انك تقعد اللي توك انت في ثلاث اشهر اربع اشهر اخبار من مليون، وش قال قال عاد عندك العلايات والله الطافيلات والله والله والله. اذا انا هون نتكلم من 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 عين المنطق، من عين الحقيقه، من عين الحقيقه. وللاسف على انه هذه الفئه ما خارك حد مبالي بيها ولا مسول عن حال الشاب، يسوى الصال متخرج ويسوى ما هو متخرج، وحتى والمؤسسه ما اللي عاد، وحتى الترشحات والله كذا عاد يربطوها ب ب ب ب بشروط تعجيزيه، الناس باغيه تقبض كل شيء المناصب كامله اللي قالها منين تموت تمشي بيه شغل الغبر. للاسف ما عندهم ديناميكيه، لانه الشباب هو روح الامه، الشباب هو ما هو مصير القضيه، الشباب هو اللي تقدر تعدل بيه وهو اللي تقدر تضرب بيه. تقوم انت ذا الشباب اللي عندك الاف المنه وتخليه يسوى صداك القاري منه ويسوى ذاك الماء قاري منه، وتهمش وتقصيه من اجل نزوات شخص اشخاص، ولا ما عدت منافق من الدرجه الاولى كيف مسيلمه ما تقدر تحوزه. وبالتالي نمشوا ضحيه، ضحيه لنظامين، نحن المواطنين البسط نحن ضحيه مرتين، ضحيه لانه المغرب قبض التراب وقبض الخيرات اللي في الوقت اللي ذيك الخيرات الصحراويين مكفيتهم لسنوات طويله.